هنخش على مرحلة مهمة بقى، وهي مرحلة الزواج. أي. مرحلة الزواج في حياة حضرتك طبعا، يعني أولا بدأ في سن كام الزواج؟ يعني كان كنت لسه يعني، لأني لما كنت لا يعني ما كانش لسه عندي 19 سنة لما يا خبر، اتجوزت. حضرتك اتجوزتي اخو الفنان فريد الأطرش، الاستاذ الأطرش فؤاد الأطرش. بالظبط. وبعدين طب هو اللي اختارك ولا انتي وافقتي ازاي ولا ايه؟ ما هو شاف، ما احنا شفنا بعض بقى لما كان مع فريد في الشغل، في الشغل تصوير. وكده، وهو كان شخصية يعني الحقيقة لطيفة جدا، كان دمه خفيف جدا وطيب محترم يعني، الحقيقة ومحترم يعني، عيلة كبيرة أساسا، ومن عيلة كبيرة. ويعني وطبعا رحت معاه جبل الدروس في سوريا وكده، ناس محترمين جدا وولاد ناس يعني، أمراء وهم أصلا. والحقيقة كان يعني خايف عليا، وهو الحقيقة يعني اللي يعني وصلني، وهو الحقيقة كان لطيف جدا كمان يعني، وكان واخد باله مني وكده يعني. انت سبتي مصر في سنة 57 بقى ورحتي سوريا والكويت وكده، سنة في الفترة قعدنا دي بره. كانت هي الفترة دي؟ لا اتجوزنا قبلها، لا اتجوزنا قبلها، اتجوزنا قبلها طبعا قبل ما نسافر. ده بعد الجواز بسنتين تقريبا، صح؟ يعني طب والجواز ده استمر قد ايه؟ استمر حوالي 4 سنين او اربع كده. سنين. طب طبعا الجواز اسم ونصيب، واستمراره اسم ونصيب ايضا يعني. طبعا. طب ازاي انتهى؟ هل نهاية مأساوية؟ هل نهاية عادية؟ ايه لا هي ما كانش في يعني مشاكل. ما كانش في مشاكل خالص، بالعكس يعني. بس هو بقى ايه، طبعا يعني كان عاوز انه نجيب ولاد، وانا ما كنتش مستعده، لاني انا رايي يا هشتغل يا هجيب ولاد، انما الاثنين مع بعض يعني ما مش. وكنت وقتها مقرره بقى انك تشتغل. ففي الوقت ده بقى كنت مقرره، ما انا كنت اشتغلت كمان اوريدي يعني، قررت انك تركزي يعني في الشغل اكتر. لاني بقى حبيت الشغل خالص يعني، فقلت لا انا عاوزه اكمل التمثيل بقى. التمثيل وكده. والحقيقه يعني كنت في منتهى السعاده يعني، حياتي كانت كلها مركزه على التمثيل، كل لأن حاجه كده حبيت المهنه دي خالص. يعني سافرنا سنه، قعدنا لفينا، وبعدين رجعنا، وبعدين بقى يعني بعض الجرائد قالت انه السبب الفيلم الالماني، سبب الطلاق كان الفيلم الالماني. لا سعيد هو اللي شجعني ان انا اروح اعمل فيلم الالماني. شجعني، شجع، ما عملش مشكله من سبب الفيلم خالص. هي حكايه الولاد وكده يعني، الولاد. انا قلت لا انا عايزه تمثلي. وبعدين بقى الحقيقه يعني حسيت كمان بفرق السن. ابتديت تحسي فرق يعني، لان ابتديت اكبر كمان يعني، عارفه فاتت مرحله كمان يعني. واتفقنا يعني، اتطلبتي بقى منه ولا ازاي؟ ولا هو اللي حس ولا ايه؟ هو اللي حس واتكلمنا، وقلت له يعني انا اسفه قوي، انا يعني دلوقتي انا برضو يعني صداقتك مش عاوزه اخسرها يعني، وصحيح. وبعدين فاتفقنا يعني، يقال ان بعد الطلاق يعني بقى كلمه في التليفون، عندي مشكله اقول له والله كذا، او يعني ما فيش خناقه. ويقال انه برضو بعد الطلاق كان هو بيشرف على شقتك الجديده والديكورات لغايه. لا هو ما اشرفش، هو دور على شقه، دور على شقه، لكن ما اشرفش على الديكورات. هو كان طبعا عاوز ان انا اخد شقه في العماره بتاعت فريد. انا قلت لا. يعني انت اللي رفضتي. ليه علاقتك كانت سيئه مع فريد الأطرش؟ لا خالص خالص، بالعكس. بالعكس
يعني بالعكس ده فيش كان زي اخويا لانه طيب جدا. طب طيب. خبر الطلاق ده وقع على فريد الاطرش ازاي؟ زعل قوي. زعل زعل جدا. زعل قوي و... هو عرفه من الجرائد. ما قلتلوش. لا ازاي بقى ده اللي بيقول كده يعني في ال نوع من ال لكن لا اثاره يعني هل طبعا وزعل كان عارف كان زعلان وليه وكده فيعني شرحت له انا قلت له ان يعني عايزه اشتغل في السينما لاني خلاص حبيت المهنه دي. هل اثرت في حياتك الزيجه دي يعني عملت لك اي تاثير سواء سلبي او ايجابي ولا لا؟ اللي هي حياتي مع فؤاد الاطرش. شوفي هو اصحابه كلهم كانوا ناس كبار محترمين جدا يعني يعني اصحابه كانوا كلهم من عيله كويسه بس كبار في السن. ما هو طبعا فرق السن. كنت يعني بقعد في وسطهم يعني زي عيله بنتهم زي بنتهم. ما استفدتيش بقى من القعاد مع الشخصيات الكبيره دي؟ ما هو برضو الناس الكبيره ليها خبره ليها حكمه وكانت ممتازه وكله لكن لما تبقي انت لسه صغيرة يعني عايزة برضو تلعبي شوية يعني عارفة يعني تحكي شوية يعني لكن كانوا لطاف جدا وولاد ناس وكده يعني مش واستمرت علاقتك بيهم بعد الطلاق علاقة طيبة تتصلي بيهم يسألوا عليكي خالص.